أساليب طرق إخراج العين والحس من الجسد فهي كثيرة جدا. كثيرة جدا. أنصحك أن تكون في مكان لا يراك أحد، ليس معنى لا يراك أحد شرط، وإنما حتى لا يشغلك أحد. أصبحنا نظهر العبارات والجمل والكلمات حتى لا يساء فهمنا، لأن هناك من هو كالذباب لا يقع إلا على الجرح، ويفهم الكلام وفق هواه، وفق ما يشتهيه، حتى يظن أنك قلت كلاما فاسدا، أو يروج أنك قلت كلاما باطلا. فحينما أقول هذا الكلام المقصود منه وأبين، هو حتى لا تكون في شغل مع أحد، ألا يشغلك أحد، لتكون في تركيز تام. لأن في هذه الجلسات لا بد من استشعار المعاني والآيات والأدعية، أن تتدبر، لأنك تريد أن تستخرج قوة سمية وطاقة سلبية سمية، يعني هي سكنت بدنك واختفت داخلك. فأقول لك الأساليب كثيرة وسهلة يسيرة بإذن الله جل وعلا، كما بيّنت بطريقة النفس. طريقة النفس، أن تغمض عينيك، وأن تكثر من آيات الحسد وآيات السحر، آيات الحسد وآيات العين، وأن تكرر حينما تأتي لفظة كلمة الحسد، أن تكررها كثيرا بإذن الله عز وجل. أن تضع سماعة، وأن تصغي وأن تنصت وأن تسمع إلى مسألة، إلى رقية العين والحسد. إن من أساليب استخراج قوة العين والحسد من البدن بعد الاستعانة بالله جل وعلا طبعا، والتوكل عليه، والأخذ بالأسباب الشرعية، الأذكار والتحصينات النبوية، وكذلك قراءة ما تيسر من القرآن، وأن تكون كثير الذكر والاستغفار، لأن هذا يعطيك بإذن الله تعالى طاقة وخير. لا بد إن شاء الله جل وعلا أن تبحث عن نوع العين التي أصابتك، وعن نوع الإصابة في الحسد. هذا أقرب السبل للشفاء من العين، من أسهل السبل كي تشفى بإذن الله من العين الحاسدة والنفس الخبيثة، هو معرفة نوع الإصابة، معرفة نوع الإصابة. ولهذا تجد الرقاة يكثرون من الدعاء، يكثرون ماذا من الدعاء؟ اللهم أبطل كل عين أصابت في الجمال، في الجمال أصابت. اللهم أبطل كل عين في الفهم والذكاء أصابت، في الفهم والذكاء أصابت. اللهم أبطل كل عين أصابت في الصدقة والإحسان، في الصدقة والإحسان أصابت. وهكذا. فحينما تسمع أنت لأي معالج بإذن الله جل وعلا، وهو يرقي رقية العين والحسد، ما الغاية منها؟ الغاية بداية وهي التشخيص، ثم إن شاء الله جل وعلا بعدها خطوات العلاج. فالعين قد تعطل أمور كثيرة، وقد تتشابه في أعراضها مع السحر، وقد يختلط الأمر على المعالج إن لم يكن حاذقا في هذا الباب. وقد يظن أن في البدن جن، وقد لا يكون جن. ولهذا وجب معرفة السبل المثلى التي بها يستطيع الفرد والعبد أن يشخص حالته في بيته وبنفسه. إن من أنجع السبل وأسهلها بإذن الله تعالى هي أنك تجمع ما استطعت من رقية العين والحسد، أن تجمع ما استطعت من رقية العين والحسد، وأن لا يكون استماعك مضيعا للوقت من أجل الاستماع، كأنك تلبي ترضي نفسك، قد رقيت نفسي واستمعت، لا أبدا. لأن من العين والحسد ما هي أقوى من الجبال الرواسي. هناك عين قد لا تزعزعها رقية، تقول لي كيف؟ نقول لك نعم، كما كنوع الشياطين الذين اتقوا بأسحار قوية أو بمادة سمية قوية، وأنت تتيه تبحث لك عن جن يخرج من البدن، تبحث لك عن نوع سحر تهتز به، وأنت لم تقف على نوع الإصابة الحقيقية، هي عين وحسد متراكم منذ الصغر،
أو أصابتك في نعمة من النعم فكانت الإصابة قوية جدا، فبدأت هذه الإصابة تنخر وتأكل وبدأت ترضي وتؤذي وبدأت تتعاظم وتتفاقم وتجري وتسري وأنت لا تفهم. إذن أنا أوصي في ترتيب العلاج السهل اليسير للخروج بتشخيص حقيقي صحيح، هو أن كل إنسان يجعل له برنامج مع نفسه في بيته. البرنامج سهل، لكن وجب أن تعطي لنفسك وقتا في العلاج. لابد أن تشخص حالتك بنفسك بإذن الله، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. لابد أن تفهم ما حك جلدك مثل ظفرك. في الغالب أنت من تستطيع أن تشخص حالتك بعد الله سبحانه وتعالى، لأنك أنت صاحب العلل وأنت من يرى التعطيل في كل مكان. فنصيحة، يعني قبل أن تطير إلى الرقاة وتطرق باب الرقاة والمعالجين، أنت بذاتك بنفسك تطرق باب رب العالمين. كيف ذلك؟ بالرقية في البيت. لكن وجب أن أبين لك المنهج الذي تسير عليه بإذن الله تعالى، فإني لك ناصح أمين وعليك مشفق رحيم. أن تجمع ما استطعت من الرقية، أمر سهل يسير. أنت بداية أتكلم مع من لا يعرف إلى الآن نوع الإصابة في العين، أقول لك كل، بل هذه وصية إلى كل من يعاني من كل الإصابات. إلى الآن أنت لا تعرف حقيقتك، هل عندك عين، حسد، جن، شيطان؟ هل عندك مرضى، عفاريت، أبالسة؟ هل عندك أسحار؟ هل عندك هل عندك هل عندك؟ فأقول لك لا تشغل نفسك بكثرة الأنواع، ولا تشغل نفسك بكثرة الضربات، ولا تشغل نفسك بكثرة الوجهات أو الجهات. لا تكثر على نفسك فتضيع قوتك ويتشتت فكرك وحينها تضيع. اجعل لك برنامج. هناك من يبحث عن العلاج سنوات وإلى الآن لم يشخص، فما كيف يعالج؟ ولماذا؟ لأنك هناك تداخل وهناك سرعة، ومن تعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. فلا بد من الفهم والسير بخطى سديدة رشيدة بإذن الله نافعة، وتأكد أنك منصور بإذن الله سبحانه وتعالى وستشفى بإذن الله عز وجل. لكن عليك أن تصبر، فوالله مهما كانت قوة هذه العين تذوب كما يذوب الملح في الطعام وكما يذوب الجليد، تذوب. لكن لا بد أن تتبع السبل. وأقول حينما تؤكد على بداية على رأس الهرم العين والحسد، فاعلم إن كان عندك شيطان يتقوى بها، إن كان خادم سحر يتقوى بها، إن كان عاشق يتقوى بها، لأن هذا الأصل الذي هو العين والحسد، العين حق. والعين تدخل الرجل القبر والجمل القدرة. العين سمها عظيم جدا في البدن، قد تصاحب الإنسان أنواع العين المتراكمة الكثيرة وهو لا يعلم، من والده في الصغر، قد تكون من الأم، قد تكون من الجارات، من القريبات، في الدراسة، من المعلمين المدرسين، من المعلمات المدرسات، في الأسواق، في المرات، في الرياضة وما شابه. قد تتراكم عليك العين وأنت لا تعلم، قد تراكم موفق نسبي توفيقا نسبيا، لكن مع التوفيق هناك علل خفية قد تغير منهجك وسعادتك وحركتك وخفتك أو قبولك ونجاحك، فتضيق عليك ولو نسبي وأنت لا تعلم، لكن تعطي زادا لمن يعلم حالك وكيف يسير. إذن في حالة وجود علل مركبة في البدن، هذه وصية للمريض حتى يفهم، وكذلك للمعالج الذي ربما يتيه حينما يسمع كثرة العلل المتداخلة في البدن. رتب سيرا تسير عليه مع الحالة، وأنصح الكل والجميع أن ينطلقوا من العين والحسد. لابد أن العين ثبت في السنة أنها تقتل وأنها تغير الجلود، ثبت في السنة أن العين تدخل الرجل القبر، ثبت أن العين تؤثر على الكل وعلى الجميع. إذن قد تصيب حتى بتشويه الجمال وتغير لون الوجه. إذن العين هي حق، والعين تختلف باختلاف
من خرجت منه. ولهذا تجد أن حينما نتكلم عن النفس الخبيثة قد يصرع الإنسان كأن به جان أو شيطان، وما ذلك إلا أن النفس الخبيثة قد جرت في دمه وعروقه وأوردته وعظامه وأعصابه. فسبحان الذي جعل في الرقية، الرقية دعاء تخرجها بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه الرقية النفس الخبيثة. والله العظيم حينما كنت أرقي الطبيبة التي هي من ألمانيا، الطبيبة التي جاءت عندنا من ألمانيا وتبين عندنا عندها عفاريت وعندها شياطين قبل 4 أيام، وكنت أسمعها الرقية على بصوت عالي، رقية الخبيثة، والله أنا تأثرت كأنني أضع قدمي في الجليد. والله الذي لا إله إلا هو. كثير من الإخوة يكتبون رجلاي كأنها يعني في يعني جامدتان، يعني مش خلاص. وأنا كذلك شعرت بهذا. فقد تصاب بالعين الخبيثة وأنت لا تعلم، قد تصاب بها وأنت لا تعلم، تصاب من قريب أو من بعيد. ولهذا أقول إن النفس الخبيثة والعين والحسد وجب على كل مريض أن يهتم بهذا الأمر، أن يهتم بحال العين والحسد والنفس الخبيثة. اجعل لك برنامج لساعات في اليوم، اجعل لك برنامج لساعات في اليوم وأنت تركز على الاستماع إلى، وأقول لكل معالج هذه وصايا خذها مني، دونها وأوصي بها مرضاك، وسترى الثمرة بإذن الله. توفر نفسك الجهد والطاقة والوقت، وكذلك تكون لا تكون غاشا، تكون أمينا، وتأتي عندك الأخت وتقول لك فعلا قد صرعت، أو فعلا قد شفيت، أو تحسنت، أو حصل معي كيت وكيت، فتعطيك المفاتيح لتدخل بإذن الله تعالى من باب واسع في العلاج. إذا وجب إن شاء الله جل وعلا أن تجمع رقية النفس الخبيثة والعين بأنواعها والحسد، وتكثر من الاستماع إليها مع الدعاء، وأن تتأمل في كل دعاء كيف وقعه على الجسد. قد يكون خفيف، يحرك شعرا، جلدا، صدرا، يدا، قدما، نفسا، قد يكون هذا الوقع خفيف. إياك أن تظن أن هذا الوقع عارض هكذا، لا، له وقع. سجل، دون أن الجسد حصل معه كذا عندما قيل كذا في دعاء كذا في آية كذا، لأنك حين أنت لست أنت من تفاعل، وإنما الجسد هو من تفاعل. سبحان الله، سبحان الله، لست أنت من تفاعل مع هذه الكلمات، أنت تلقيت هذه الكلمات. وقد أقولها لك عادي، مثلا أقول لك سبحان، سبحان الله، قد تصيبك عين في الجمال ولكن ما شعرت بشيء، لكن حينما كنت مستعد، النية والاستعداد والتهيؤ هذا له وقع، مفهوم؟ وكنت تصغي وكنت على مهيئ مستعد تسمع، فلماذا تتأثر في كذا وكذا وكذا، لكن لما جئت إلى في الجمال، في الجمال، في الجمال أصابت عينه تأثرت، الأخرى لا، في مهارة البيت في تأثرت، خلاف هذه ليست كهذه، هذه أصيبت هنا وهذه أصيبت مثلا في حفظ القرآن، في حفظ في الاستقامة والالتزام، في صدقة الإحسان، هنا في الطاعة والعبادة، الأخرى لا، في الخطبة والزواج، في الخطبة والزواج تأثرت هنا. لا تحسب أن الأمر هي عادي، لا، الجسد يتفاعل. قد تكون سمية الحسد، نوع الحسد، نوع العين، سمية العين هذه التي نفذت إلى الجسد، وقد تكون يصاحبها ما يصاحبها فكذلك يتأثر معها، وهذا شق آخر في العلاج. حتى أجيب فقط باختصار، ولهذا حينما تعرف نوع الإصابة سجلها عندك وارجع إلى التخصص في تلك الحالة. مثلا حينما تعرف أن قد أصابتك عين في رقية الشامل العين والحسد، وتأثرت في الحسد والمال مثلا، فارجع إلى الرقية الخاصة بهذا النوع، ابحث عنها وحاول أن تصغي وتستمع إليها لساعات طويلة وتكررها بإذن الله عز وجل. حينها كلما كان نار تأجج، ولكن بعد ذلك تبدأ تخف تخف، تهدأ، تبرد، حتى كأنها بفضل الله عز وجل الله يطفئها. وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وكل شيء
على الله يسير سبحانه جل في علاه، فقط الأخذ بالأسباب المنجية بإذن الله جل وعلا، والرقية فهي شفاء بإذن الله سبحانه وتعالى.